بدأ العد التنازلي لأهم مؤتمر عالمي بيخص قضية تغير المناخ، واللي لأول مرة مصر بتستضيفه في تاريخها في دورته 27، والمعروف باسم كوب 27. هيكون بإذن الله في مدينة شرم الشيخ في الفترة من يوم 6 لحد يوم 18 نوفمبر القادم بإذن الله. ده الحدث اللي العالم كله بيتابعه، وهتكون في مصر وبالتحديد مدينة شرم الشيخ محط أنظار العالم كله. طبعا مختلف أجهزة الدولة بتستعد لهذا المؤتمر الهام عشان يخرج بشكل يلائم حجم الدولة المصرية وثقلها وزنها السياسي الكبير على مستوى الشرق الأوسط والقارة الإفريقية والعالم كله. وبالفعل جاري الانتهاء من خطة التأمين الطبي لمؤتمر المناخ. وللتعرف على هذه الخطة نتابع هذا العرض. الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة قال إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ كوب 27 هو خطوة هامة، خاصة إن مؤتمر الأطراف المعني بالمناخ من أكبر المؤتمرات العالمية الهامة بشأن التغير المناخي، مع دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للحكومة المصرية خلال استضافتها لهذا الحدث الهام، ودعم مصر كمان في الإجراءات الهامة اللي بتتخذها لمكافحة التغير المناخي. معنا عبر الهاتف الدكتور ماهر عزيز، استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ. دكتور ماهر، بعد التحية وصباح الخير. من المؤكد ومما لا شك فيه إن كل العالم يشعر بأن الطبيعة أعلنت غضبها على البشر. السؤال اللي بيطرح نفسه، ما المأمول وما المتوقع من كوب 27؟ المأمول من كوب 27 أن يصل إلى حلول ناجعة يمكن تنفيذها في الواقع الفعلي لدول العالم كله في خفض ابتعاثات غازات الدفيئة. لأن الوضع الآن أن لدينا فجوة ضخمة جدا من الابتعاثات، يتعين على العالم أن يبذل كل جهد لتخفضها، وتبلغ فجوة الانبعاثات هذه من 16 مليار طن ثاني أكسيد كربون معادل إلى 22 مليار طن. فهذه كمية ضخمة جدا. عند الوصول لعام 2030 يتعين على العالم أن يتخلص منها، لأن الوضع الطبيعي أن احنا سنصل إلى حوالي 54 مليار طن ثاني أكسيد كربون معادل سنة 30. ولكن لكي نقف عند درجة حرارة لا تزيد عن 1.5 درجة، لا يجب أن نزيد عن 32. وإذا أردنا أن نقف عند درجتين يجب ألا نزيد عن 38 مليار طن. إحنا النهاردة حوالي 31 مليار طن. الفجوة كبيرة جدا جدا. إحنا دلوقتي بنتكلم على درجتين في الوقت اللي في أغلب الوقت بنقول إن المأمول إن ما تزيدش الدرجة عن 1.5. ده طبعا طموح خيالي، لأن حاليا زادت الابتعاثات، هي سنة كانت تراكميا سنة 2010 30 مليار طن. النهاردة إحنا سنة 22 وصلنا تقريبا ل 33 طن 33 مليار، وده تجاوز الدرجه، يعني في سبيله الى تجاوز الدرجه ونص. احنا غالبا اذا لم نستطع ان نقف عند ابتعاثات
لا تزيد درجة الحرارة عن درجة ونص، فاحنا مضطرين نقف عند ابتعاثات لا تجعل درجة الحرارة تزيد عن درجتين، وده معناه ان سنة 30 يجب ان يتوقف العالم تراكميا بالنسبة لإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون، الغازات الدفيئة ثاني أكسيد الكربون معادل عن 38 مليار طن، عندئذ سنقف عند درجتين. النهاردة احنا حوالي 31 مليار. طيب دكتور ماهر اسمح لي، دلوقتي أو زمان من 15 سنين كان أي حد أول ما يسمع الغازات الدفيئة وكذا 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 يقول الموضوع بعيد مش مشكلة، فجأة الطبيعة بالفعل علنت غضبها على كوكب الأرض بشكل عام. السؤال اللي بيطرح نفسه، ماذا إن لم يتم التراجع عن نسبة هذه الغازات الدفيئة؟ إيه اللي هيحصل في الكرة الأرضية؟ الحقيقة هيحصل تغيرات حادة جدا بالنسبة للحياة على وجه الأرض. هيزيد كل المخاطر، هتزيد التصحر وتناقص الغابات، غرق الأراضي الواطئة، ندرة الأنواع وانقراضها، الأعاصير والفيضانات، ارتباك أحزمة المطر، تغير التركيب المحصولي، نقص إيرادات المياه، ظهور أنواع غازية من الحشرات والآفات، وفي آثار، هيبقى في آثار على كل القطاعات الاقتصادية في جميع الدول. إذن اللي هيتم مكسبه من استهلاك الطاقة الأحفورية مثلا على سبيل المثال هيتم خسارته أضعاف أضعاف إن استمر الحال على هذا المنوال. ده كلام سليم جدا، وبالتالي من أهم الوسائل لمكافحة الزيادة المتواصلة في غازات ابتعاثات غازات الدفيئة أن يتم التحول الطاقي في العالم كله إلى طاقات غير احتراقية. هم لأن الطاقات الاحتراقية هي التي تولد كمية كبيرة من ابتعاثات غازات الدفيئة. نعم. لابد أن يتحول العالم إلى المصادر غير الاحتراقية بالدرجة الأولى، وأن يزيد إلى أعلى ما يمكن كفاءة الطاقة ليقلل استخدام الوقود أو استخدام المصادر التي تولد الطاقة. فالتحدي في مجال الطاقة ضخم جدا جدا. ومن هنا كمان بيجي أهمية هذا المؤتمر، يعني العالم كله أنظاره متوجهة إلى هذا المؤتمر وهذه القمة COP27 بأنه لازم أن هو يخرج بحلول ونتائج، وفكرة أن الدول الكبرى لابد أن تتحمل المسؤولية تجاه الدول النامية في استخدام الطاقة النظيفة أيضا أمر من الأمور الضرورية الآن. بالفعل هذه النقطة حادة جدا وتمثل ما يسمى فجوة التمويل. هناك فجوة ضخمة جدا في التمويل، كانت الدول المتقدمة قد قطعت على نفسها عهدا بأن تقدم للدول النامية 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 20. وهذا لم يحدث أبدا، فهناك فجوة في الابتعاثات هو أول تحدي. التحدي الثاني فجوة في التمويل، لأنه يجب أن يبحث العالم كيف يدبر هذا التمويل للدول النامية، كيف تستطيع أن تتكيف وتتواءم مع المخاطر الحادثة عن التغيرات المناخية الناتجة عن زيادة ابتعاثات غازات الدفيئة. نعم دكتور ماهر عزيز استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة وهذه المعلومات.